السلام عليكم، ازاي نفك فلتر تكييف سكودا اي 5؟ نيجي هنا، ومن تحت هنا نفك الجزء ده مربوط هنا كده. المفروض في واحد تاني هنا لكن مش موجود. بعد كده بنشيل الجزء الفوم ده، وبعد كده في جزء البلاستيك ده هسحبه لبره، وبعد كده ننزل الفلتر بالشكل ده. ده شكل الفلتر، هو نفس فلتر الفانتازيا، هو نفس فلتر الجيتا. عشان تركبه هتروح مدخله كده، وتاخد بالك ان الجزء ده هو اللي لبره، الجزء اللي فيه ميل ده. طيب عشان ارتب، بسم الله، شايف الاجزاء دي لازم هي تدخل هنا كده، تدخلها كلها، بعد كده تزق الطبه لجوه، وبعد كده هنقفل الجزء ده عكس ما فكينا بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.